and Carry-On. كيف كالم أنت كاريان؟ هذا ثم انطلق ولمشة تلقوا مع بعضنا في موضوع جديد اللي هما الأعراض العضوية للقلق النفسي. القلق النفسي يتمظهر في غالب الأحيان على هيئة أعراض عضوية. نلقاو مثلا وجعة كبيرة في المعدة لدرجة التقيؤ، نلقاو زادة الأطراف اللي يبدأوا ديما بردين، نلقاو زادة التزفزيف في الوذنين وزداد حدة متاع الأعراض هذم وقت اللي الشخص يلقى روحه في وضعية قلق وما ينجمش يتجاوزها على خاطر فاقد لآلية حماية الذات اللي هي عبارة على جهاز مناعة نفسية تخاوله باش ينجم يتعايش وإلا يتجاوز الوضعيات المقلقة بالنسبة ليه، ولكن تتخزن الوضعيات هذم في المخيلة بتاعه ويقعد عاجز قدامها، فعوضا أنه يستعمل المناعة النفسية يستعمل بطريقة غير واعية المناعة العضوية وهي اللي تولي تعبر على القلق النفسي اللي يعانوا منه الشخص. هذاك علاش مهم جدا أنه بعد ما نستشيره طبيب على الأعراض هذه ونقوم بالفحوصات اللازمة، تطلع خاصة الفحوصات هذوما الكلهم لباس من الناحية العضوية، يلزمنا نباشروا عند مختص نفساني. وبهكا نخليكم على موجة الحياة فم، موجة الإيجابية للصحة النفسية. Keep calm and carry on. Keep calm and carry on.